خلصي صار يتلفني تلفين. ثاني فهمت من حديثهم تلفوناتهم انه هني مش مخولين انهم ياخذوا المصاري بالاشهر تبعي. اخذوا بس تذكرت كان اجى حسام خي قال لي شوفي قلت له شفت سيارتهم قلت له والله جايين يفتشوا بالبيت والله صار اتجه الشباب تبعي اللي بيشتغلوا معنا يجوا ما كنت شاعطين الاغراض جوا وبرا مش شايف شو فيه والله عرفت كيف طلعنا شفنا شنو قال بدنا ناخذك على اللد عندك حكي راه هي الشنطه قلت له انا بطلع معك ما فيش اي مشكله وها اللي صار اجى الشباب كله بيحكوا مشيت بيحضر حكيرات اخذوا شيء لفتين كل عطلك مختار انه على قد سيف بالشكل هذا اكثر شيء كمان ممنوع حتى لو